برحب بحضراتكم. انا الدكتور سامح ايميل، استاذ القلب في الاكاديميه الطبيه العسكريه، والنهارده بيسعدني ان انا اقدم معلومه بسيطه كبابليك اويرنس للجمهور او الشعب المصري عن موضوع ارتفاع ضغط الدم. وارتفاع ضغط الدم طبعا بيمثل مشكله كبيره في مصر، ونسبه المرضى بتوع ضغط الدم في مصر يمثلوا حوالي 30% من البوبوليشن بتاعتنا، ودي طبعا نسبة كبيرة. هو لكن المشكلة الأكبر عندنا إن إحنا عندنا مش كل العيانين اللي هم بيتعالجوا واصلين للأرقام اللي إحنا محتاجين نوصل لها حسب التوصيات الطبية العالمية. الحقيقة إنه التوصيات الطبية العالمية الأخيرة بتحاول توصل الضغط للناس اللي بياخدوا علاج لما تحت 130/80، وده رقم طبعا مش من السهل تحقيقه. ده بيحتاج منا مجهود كبير، وبيحتاج منا أدوية كتير، وما ينفعش ناخد نوع واحد من الأدوية، غالبا بنحتاج مجموعتين من الأدوية، ويفضل ان هما يكونوا في قرص واحد. عشان نحاول ان احنا نسيطر على الضغط بجانب العلاج الدوائي، بيبقى عندنا لازم نشتغل على what we call life style او اسلوب الحياة. واسلوب الحياة دوت في مريض الضغط بيحتاج حاجات كتير لازم يعملها، منها ان هو يقلل الملح في الاكل، منها ان هو يمارس الرياضه على الاقل نص ساعه يوميا. ممكن الرياضه دي عباره عن مشي نص ساعه كل يوم، ده هيبقى كافي 5 ايام في الاسبوع حتى. او ان احنا ننزل الوزن طبعا، وتنزيل الوزن ليه تاثير مباشر على الضغط، مع ضبط عوامل الخطوره الثانيه اللي هي زي مرض السكر ومرض الأمراض الكلى وكل الحاجات ديت. دي كلها بتساعد على إنه مريض الضغط يقدر يوصل للأرقام اللي بتطلبها الدراسات العالمية كلها، إن احنا نوصل بمريض الضغط لتحت 130/80. نرجو الصحة للجميع، وأتمنى إن كل مرضى الضغط يتابعوا ضغطهم ويحاولوا يوصلوا للأرقام المطلوبة، وده باتباع أسلوب حياة اللي احنا بنتكلم عليه، مع الانتظام في أخذ العلاج المدة كلها، لأنه الضغط ما هوش دور إنفلونزا أو دور برد هناخد له العلاج شوية وهيتحسن. ده علاج مدى الحياة لازم نلتزم بيه، والعلاج ده ممكن يتغير على مدار السنين، لأنه الضغط نفسه طبيعته بتتغير. ممكن بعد شوية الضغط اللي كان مظبوط على نوع واحد من الأدوية يبقى محتاج نوع تاني، فلازم نبقى متابعين العلاجات بتاعتنا طول الوقت علشان نقدر نوصل للأرقام المطلوبة، وفي نفس الوقت نتجنب مضاعفات ضغط الدم. بشكر حضراتكم، وأرجو أن أنتم تكونوا استفدتم من المعلومة البسيطة دي.